اختصارات جامده لويندوز الجزء الثاني. لو عايز تمسح اي نقطه بسرعه كل عليك تضغط على كنترول دي هتلاقيه اتمسح، ولو عايز ترجعه تاني تضغط على كنترول زد، ولو انت فاتح اكتر من تاب او اكتر من تطبيق عايز ترجع للديسكتوب بسرعه كل اللي عليك تضغط على ويندوز زد دي هتلاقيك رجعت للديسكتوب. بس كده ما تنساش الفولو واللايك. سلام.